ومعانا النهارده دكتور احمد ابو الصعود اخصائي تصويت طبي. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ كارديو اليكس انا بحب المؤتمر ده جدا وببقى فخور جدا ان انا بشارك فيه. بصراحه وورلد كلاس ايفنت، يعني مؤتمر على مستوى عالمي، يعني بنقدر هنا ان احنا نشوف احدث تكنولوجي في مجال الهيلث كير تكنولوجي وازاي نستخدمها في خدمه البيشنت وفي خدمه الحالات الطبيه اللي بنكون موجودين فيها. ما شاء الله بيبقى هنا دايما احسن واكبر اساتذه موجوده في مجال القلب، وانا مبسوط جدا ان انا في كارديو اليكس. تمام، انت شايف ان المؤتمر ده هيساهم ازاي في ارتفاع الاداء الطبي للاطباء في مصر؟ لا، بيساهم كتير جدا. اولا من يعني فيرست ان الناس اللي هنا شغاله هم التوب البروفيشنالز جدا، وبيبقى في حالات على فكره بتتعرض من اسيا، في حالات من امريكا، حالات من يوروب، اساتذه جايين من كل انحاء العالم، كل دول جايين عشان نشير داتا، ان احنا كل واحد بيشارك المعرفه بتاعته وايه الكيسز والتشالنجز اللي قابلها وهو بيحاول يعالج البيشنت او الكيس ديه. فطبعا كلنا بنستفاد وبنشوف احدث تكنولوجي، وكل حد بيبقى ليه طريقه ايه اخر حاجه شفناها في الجايد لاينز ممكن نستخدمها ازاي في المجال الطبي. فانا ببقى مبسوط جدا ان انا ببقى مع التوب الناس دي. هتقدمه السنه دي او قدمته ولا لسه هتقدمه؟ لا، السنه دي لسه هقدم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، كمان يومين عندي تشالنج كيسز. دي حالات يعني احنا فعلا شغالين عليها بقى لنا سنه، وكل حد فينا احنا تقريبا هم ست حالات 6 كيسز، كل حد بيقدم حاله بيتحدى الاخر فيها من الناحيه الطبيه وعملنا فيها ايه وايه التحديات اللي قابلناها. اعتقد يعني ان الحالات دي لو حد تابعها هيستفاد كتير جدا، لان هي كان فيها مجهود واستخدمنا فيها احدث حاجه وكل طاقتنا ان احنا عملناها، والحمد لله كانت كيسز محترمه جدا يعني. تمام، ميرسي جدا. انا شرفت معاك جدا وان شاء الله اشوفك كل سنه. شكرا جدا. شكرا، ميرسي.